بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، مثل ما تلاحظون أحد النباتات. طبعا هذا النبات ينمو في فصل الشتاء، وطبعا يتحمل درجة برودة مرتفعة جدا، مثل درجة برودة تصل إلى 5 درجة حرارة أو 5 تحت الصفر أو 7 تحت الصفر. وأيضا طبعا هذا من نوع من أنواع النباتات التي لا يتحمل الجفاف، كونه يعني ينمو في برودة معينة ولا يتحمل ارتفاع درجات حرارة مرتفعة كلش، مثل 40 درجة حرارة أو 30 درجة حرارة، ممكن يسبب له اضطرابات كثيرة جدا. طبعا بعد دراسة هذا النبات تحت المجهر من الناحية التشريحية، مثل ما تلاحظون درسناه تحت المجهر التشريحي، وتم تشريحه ودراسته دراسة عملية تحت المجاهر الأخرى، وأيضا تحت المجهر البيولوجي الدقيق اللي يكبر أكثر من 7000 مرة. طبعا اكتشفنا ميكروبات وطفيليات كثيرة جدا، مثل البكتيريا، الفطريات وغيرها من المخلوقات، وأيضا اكتشفنا أنواع فصائل من الديدان المجهرية، ممكن تكون تعيش فيه ديدان كثيرة جدا، فصائل كثيرة. يعني أنا أنصح الباحثين بدراسة الميكروبات والطفيليات التي تعيش فوق النباتات عشان نتعرف على الأمراض المتواجدة في هذه النباتات. وأنا ممكن تلقون كثير يعني ميكروبات متواجدة في النباتات، وأنا أنصح يعني بتكثيف الجهود ودراسة المخلوقات، لأن صراحة يعني ممكن أيضا دراسات إذا كان عندك بيولوجي ضخم جدا يكبر أكثر من 25,000 مرة، ممكن تلقى مخلوقات كثيرة جدا، أحادي الخلية ممكن تلقاه. مثل ما تلاحظون بعد التحلل النسيج الحاصل للطبقات العليا للأنسجة، ممكن تتجمع المستعمرات التي كانت تعيش حول هذه النباتات أو فوق يعني الأنسجة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وأنا أشجع جميع الباحثين بدراسة النباتات والميكروبات المتواجدة في هذه المخلوقات، لأن راح تعطينا فائدة كثيرة جدا في المستقبل.